اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. طبعا الكلام اللي انتم شفتوه مرتبط بمواجهه الاهلي اللي جايه امام المصري للبورسعيد ان شاء الله يوم الخميس اللي جاي على ملعب برج العرب، واحده من اربع مواجهات متبقيه للنادي الاهلي ممكن تقول عليهم في اطار طبعا التحضير والاستعداد لكاس العالم، وهي بالتاكيد مهله قليله وخصوصا طبعا مع الصفقات الجديده. لكن اللي بطلبه من جمهور نادي الاهلي هو او عنوان المرحله المفترض يعني اللي جاي هو صبرا جميلا، سواء على الاسماء اللي هتنضم ان شاء الله باذن الله ومنتظر انها تظهر زي خالد عبد الفتاح وزي كريستو وزي اللي جاي وراهم ان شاء الله باذن الله، او على لاعبتنا اللي يمكن تكون شويه بعيده او مش في اعلى مستوياتها. انا عارف انه العرضين الاخيرين اللي قدمهم الاهلي قدام بيراميدز وقدام امبي طمنونا الى حد كبير، وخصوصا ان فيهم كتير من النقاط الايجابيه وفيهم بعض السلبيات اللي هنحاول ان احنا نقف عليها طبعا مع نجمنا النهارده في السادسه كابتن اشرف ممدوح، بيشرفنا وبينورنا، استمتع بيه دايما وكالعاده. مساء الخير يا كابتن اشرف. مساء الخير يا احمد، ودايما انت عارف اني سعيد وانا جدا سعيد جدا بسعد بيك والله يا اشرف. ربنا يخليك. يعني ابتدي الحقيقه من الخطوتين او المحطتين الاخيرتين، يعني محطتين جم بعد فتره مش عايز اسميها تعثر لانك برضو في النهايه وارد مفيش فريق بيفضل يكسب طول الوقت، لكن انت يمكن في ثلاث ماتشات ورا بعض انك انت تخسر ست نقاط منهم ماتشات الى حد ما كانت تحت السيطره، كانت في المتناول، يعني ما اعرفش اسميها ايه، بس ماتشات مفترض انك انت قادر تحسمها، خلت الناس تقلق شويه. جه عرض بيراميدز نتيجه كويسه رغم ان الكوره ما كانتش احسن حاجه، لكن التكتيك اللي لعب بيه مستر كولر، الروح اللي كانت موجوده عند كتير من اللعيبه، المستوى اللي ظهر بيه السوليه، السكور اللي انت حققته في نهايه المباراه طمن الناس. بعد كده عرض افضل بكتير قدام امبي، سيطره واستحواذ وصناعه فرص كتير كتير، ودي يمكن النقطه الوحيده اللي عايز اقف معاك قلقاني شويه، وفوز بنتيجه 2-0. شفت التطور ده ازاي؟ شفت كيرف الاداء ما بعد ثلاث تعادلات وبعد فوزين ازاي؟ واحنا كنا هنا قبل مباراه بيراميدز تحديدا لو فاكر، واتكلمنا انه من اهم النقاط اللي لازم النادي الاهلي يرجع بيها هو الجمهور. لو فاكر، وده تكمله لكلامك صحيح النهارده في بدايه الحلقه، ان جمهور النادي الاهلي هو اللي هيرجع الفرقه دي مع غرفه ملابس النادي الاهلي. وكلمنا ان اللاعبين الكبار في فريق النادي الاهلي هم اللي يقدروا مع التجمع اللي موجود ومع التكاتف ومع عودة الروح مرة تانية، عشان فنيات موجودة، لاعبين الجيدين موجودين في النادي الأهلي، ولكن أنت محتاج روح جديدة، دوافع جديدة عشان تقدر ترجع لمستواك الطبيعي والنتائج الطبيعية. مظبوط، ده اللي حصل. يعني جمهور النادي الأهلي ما استناش لحظة من وقت التعثر اللي موجود ده، من وقت الثلاث مباريات التعادل. صحيح كان في غضب وكان في شويه استياء من النتائج والاداء. خلينا ندي الناس عشان برضو اصل الجمهور ساعات بيزعل مني لما بقول اصبروا او استحملوا او بالعكس. مش وقت بالعكس. ان احنا نضرب او نكسر، او لازم نعرف دايما احنا ايه هدفنا ونحاول نتحرك، لانه في ناس كمان بتحاول تشتغل على الجمهور، يعني بالذات على السوشيال ميديا، وده بيعمل ضغط كبير جدا على الجهاز الفني واللعيبه، وفي النهايه هيجيب نتيجه سلبيه كلنا هنبقى مدعيين. صحيح. لكن خلينا نقول برضو انه هو الغضب ده بيبقى الدافع بتاعه اشرف انه بيبقى في حاله قلق، بالذات في التوقيت ده انت رايح يعني الناس كلها عينيها على كاس العالم وعايزه تبقى بجد مطمنه على شكل الفرقه ومستواها، انه الفرقه دي رايحه كاس العالم تعمل حاجه. خلي بالك الغضب الكبير اللي احنا شفناه ده والانزعاج الكبير اللي احنا شفناه ده وانت متصدر. مظبوط. يعني انت متصدر الدوري وما خسرتش ولا مباراه من اول موسم ما ابتدى لغايه النهارده، واحسن خط هجوم واحسن خط دفاع مش كويس في افريقيا، وبتستعد لكاس العالم الانديه، ومجلس اداره بيستعد لصفقات جديده. يعني انت ماشي بشكل رائع جدا، ومع ذلك انزعاج وقلق وتوتر وغضب من جماهير النادي الاهلي نتيجه انه خوف على نتائج النادي الاهلي، خوف على الفرقه بس من الاداء اللي كان موجود. هو ده اللي بنقوله، بس انه الضغط الكبير ده او الانزعاج الكبير والهجوم الكبير ده، خلي بالك جماهير النادي الاهلي ما بتهاجمش لعبتنا وما بتهاجمش النادي، ولكن بيبقى في غضب على السوشيال ميديا احيانا بيوصل للعيبه والجهاز الفني ان في قلق وتوتر وغضب كبير جدا عند الجماهير، ده بيسبب عليهم ضغوط كبيره جدا، وده اللي دايما بنقوله انه يا جماعه بالراحه شويه علشان لعبتنا قادره انها ترجع وقادره انها تعود لمستوى مره ثانيه وتقدر ترجع للنتائج الجيده اللي شفناها في المباراتين اللي فاتوا. انا شايف ان طبعا جماهير كان سبب كبير جدا جدا، هرجع لسؤالك تاني، طبعا جماهير كان ليها دور كبير جدا، غرفه الملابس
النادي الاهلي واللاعبين الكبار كان لهم دور كبير جدا جدا في ان اللعيبه ترجع مره ثانيه. مستر كولر والعوده مره ثانيه للتنظيم اللي ابتدى بيه الموسم في اربع خمس لقاءات الاولانيين، قد ايه كنا مطمنين، جماهير النادي الاهلي مطمنه بشكل رائع جدا انه لا في شكل وفي اداء وفي طريقه بيلعب بيها النادي الاهلي، تنظيم رائع واكثر من رائع داخل الملعب، ادى نتائج واداء كمان للنادي الاهلي. اعتقد ان الاسباب دي هي اللي ادت انه الاداء يرجع مره ثانيه والنتائج ترجع مره ثانيه. ظهر ده بشكل كبير في ماتش امبي طبعا، يعني وشفته اكتر رغم انك بتقول ان الاداء ما كانش احسن حاجه في بيراميدز، ولكن انا شايف ان التنظيم اللي كان داخل الملعب في مباراه بيراميدز يعني افضل بكتير كمان من مباراه امبي. يمكن انت لعبت مباراه هجوميه اكتر شويه في مباراه امبي، ولكن التنظيم اللي كان داخل الملعب في مباراه بيراميدز والحرص الكبير جدا على طريقه ادائك امام بيراميدز وطبعا احترام المنافس، لا اداك النتائج والطريقه والاداء ده. طيب هحطها لك بقى بالطريقه اللي تيجي بيها. انا كاهلاوي، انا كاهلي، المكسب مش بس هو الهدف ولا صحيح. يعني ممكن في ظروف معينه في مواجهه منافس معين اقبل انه ما العبش كورتي عشان اوصل للهدف اللي انا عايزه، تمام، في بعض الحالات الاستثنائيه، لكن الطبيعي بتاعي انه انا بالنسبه لي على مستوى هقول مصر وافريقيا والوطن العربي، هحددها كده، مصر وافريقيا والوطن العربي. الاهلي لا يخشى احدا، صحيح، الاهلي اعلى من اي حد، ده الطبيعي. فلما بيحصل عكس كده ممكن مره يبقى داي اوف، وارد وارد طبعا، عتاوله الاهلي كلهم في افضل الاجيال خسروا ماتشات وخسروا بطولات، بيحصل طبعا، صحيح، يعني منطقي. لكن اقصد اقول ايه، انه كره الاهلي مش مختلفه وهجوميه كمان، وانت اللي دايما بتبادر. انا عايز اشوف الاهلي يعني ما تبص لبدايه الموسم وانت لسه في بدايه موسم بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، لسه في جهاز فني متاكد تماما ان هو ما كانش قاري الفرقه اللي معاه ولا امكانياتها، موسم بيبتدي بعد فتره راحه سلبيه. كره الاهلي كانت كره الاهلي في الاتحاد المنستيري هنا وهناك، كره الاهلي، صحيح، في الزمالك في السوبر كره الاهلي، وماتشات كتيره يعني مش 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 بس ماتشين ثلاثه. فهو ده اللي انا بقوله، عشان كده بقول لك في ماتش امبي حسيت انه الاهلي قرب شويه من الكره اللي الجمهور مستنيها، فاهم قصدي؟ الكره الهجوميه، رغم انك انت ماتش بيراميدز انا متفق معاك تماما، خصم اقوى، المباراه ظروفها اصعب، التوقيت بتاعها بعد الثلاث تعادلات يقلقك ويوترك، الضغوط اللي على اللعيبه في اوضه اللبس كانت كبيره جدا، وبره اوضه اللبس من الجماهير كانت كبيره جدا، انه انت اي نتيجه في بيراميدز غير المكسب كانت يعني كانت هتخلي الامور تتفاقم بشكل مش كويس، صحيح. فبالتالي كل الظروف قبل مباراه بيراميدز تقول طبعا انه مهم جدا انك تحقق مكسب، لكن بتكلم على شكل الكره، لا انا كره الاهلي في امبي كانت أفضل. حسستني ان احنا ابتدينا نرجع زي الاول. الكره الهجوميه انا معاك في ده تماما، كره النادي الاهلي الهجوميه والمبادره الدائمه في انك بتخترق المنافس او الخصم من كل من الاطراف ومن العمق ومن التسديدات لا كان في كره هجوميه بشكل رائع جدا جدا في مباراه امبي، ودي نتيجه الثقه اللي اكتسبها لاعب النادي الاهلي بعد مباراه بيراميدز او اثناء مباراه بيراميدز، لانه انت بشكل او باخر لازم تتعامل مع كل مباراه على حده، يعني مباراه بيراميدز احترام المنافس واحترام انه عنده امكانيات مختلفه ولاعبين مختلفين، لا انت احترمت ده بشكل كبير جدا واديت مباراه متوازنه بشكل رائع جدا سواء على المستوى الدفاعي او المستوى الهجومي، وخرجت بنتيجه ولا اروع، يعني ثلاث اهداف ولا اروع من كده، فيهم كل حاجه احمد، يعني فيهم اختراقات من العمق وفيهم تسديدات وفيهم اختراقات من الاطراف وفيهم مهارات فرديه للاعبين ولعب بطريقه جماعيه، لا في كل ده حصل في مباراه بيراميدز، اداك الثقه الكبيره جدا في مباراه انبي انك ترجع بهذا الشكل اللي بتكلم عنه الكره الهجوميه للنادي الاهلي الطبيعيه اللي بيلعب بيها من بدايه الموسم. انا شايف النادي الاهلي دايما قادر انه يرجع ودايما قادر انه يعود لمستواه مره تانية، بس الدروبات اللي بتحصل دي نتيجه انه في منافسين، يعني انت مش بتلعب لوحدك في الدوري، طبيعي جدا انه في، واتكلمنا ده كتير، انه الدوري اصبح عنده خمس ست فرق يعني بيضخوا اموال كتيره جدا جدا، عشان مش عشان يوقعك بس، وعشان انت كمان، عشان هو كمان عايز يبقى متواجد. انا بشوف النقطه دي في مصلحتي، انا كاهلاوي انا احب دايما مستوى يعلى، يعني بالظبط كده، الكره تعلى والبطوله تبقى، والاهلي طول ما هو حاسس ان في منافسه طول ما كل واحد بيطلع افضل صحيح ما عنده، وبالتالي طبيعي جدا انه يكون في من الخصوم او المنافسين يعني طرق معينه لمواجهه النادي الاهلي، سواء طرق دفاعيه او الزون ديفنس اللي بيحصل، بعض المباريات هتلاقي فيها
صعوبه كبيره جدا في الاختراقات اللي بنتكلم عنها نتيجه التكتلات الدفاعيه اللي بتحصل من بعض الفرق. مش كل الفرق بتلعب بنفس الطريقه، وبالتالي النادي الاهلي في مباراه انبي رغم التكتلات الدفاعيه اللي بتكلم عنها دي احمد، لا النادي الاهلي قدر يخترق من كل بكل الجهات او من كل الجهات في مباراه بيراميدز، رغم ان المباراه كانت مفتوحه وسجال يعني، ولكن النادي الاهلي سيطر على مجريات الامور بشكل كبير جدا وقدر ان يحرز ثلاث اهداف وكان اكثر فعاليه. اكثر فعاليه، فبالتالي الموضوع محتاج صبر شويه من جمهور النادي الاهلي. الحمد لله احنا متصدرين بشكل رائع جدا بفارق 5 نقاط، كاس العالم الانديه جايه ماشيين بشكل جيد في افريقيا، الصفقات اللي بنتكلم عنها الحمد لله هنتكلم عنها اكيد طبعا. الصفقات الحمد لله ماشيه بشكل جيد، وبالتالي صبرا جميلا زي ما قلت لان ده اللي دايما بنتكلم عنه، لازم الدعم بشكل كبير جدا جدا من جمهور النادي الاهلي والمتوقع دائما من النادي الاهلي، واعتقد ان الظروف مهيئه انه يبقى في دعم. اعتقد الاعصاب هديت، الناس اطمنت، فبالتالي الدعم المعنوي والنفسي من جمهور النادي الاهلي. انا الحقيقه لازم احيي في كل مناسبه جمهور النادي الاهلي طبعًا. اللي بيحضر في مدرج من المدرجات وبيحسسني انه الاستاد مليان حقيقه. الناس دي حقيقه نموذج شابوه يعني على الحب والانتماء للنادي الاهلي، وما عنديش شك حتى اللي ما بيروحش برده نفس الحكايه، لكن عايزين الحاله دي تبقى واصله دايما لفرقتنا ولجهازنا الفني وللعيب. هقف بس في ملاحظه اخيره بقى في الماتشين دول على بعض. انت الماتشين دول احرزت 5 اهداف، موافق جدا، ما استقبلتش ولا هدف برده، موافق جدا، خدت 6 بونت، موافق جدا جدا جدا، لكن عندي ملاحظه في في 180 دقيقه انك تصنع 17 فرصة مؤكدة ما تسجلش منهم غير 5، دي بالنسبة لي أو بالنسبة لك أنت يعني حاجة مقلقة ولا المعدل طبيعي ولا في حاجة محتاجين نشتغل عليها؟ خلينا نتكلم انها حاجه طبيعيه، انت بتوصل كتير وبتضيع كتير لكن بتحرز اهداف يعني وبتخرج بنتيجه لقاء. انا عارف قصدك انه يعني في السكاوتنج ده انك بتضيع كتير، بتضيع كتير. خلي بالك ان دي مشكله كبيره جدا بتواجه دايما اللاعب المصري في انهاء الهجمات، مش بس عندنا في النادي الاهلي، عندنا مشكله كبيره جدا في التركيز في انهاء الهجمات في مصر تحديدا، في اللاعب المصري تحديدا، عدم التركيز والتمركز السليم والبوزيشن اللي بتبقى موجود فيه داخل منطقه الجزاء. حتى مستر كولر يعني بيتكلم دايما انه محتاج انهاء الهجمات بشكل كبير لانك بتوصل كتير. النادي الاهلي من اكتر الفرق بتوصل، مش بس في المباراتين دول، عموما بشكل عام انت دايما بتهاجم، دايما بيبقى عندك المبادره بالهجوم، ولكن انهاء الهجمات فيه مشكله. لا محتاجين نشتغل عليه طبعا، محتاجين نشتغل عليه من الجناحات اللي عندنا، من الجناحين اللي عندنا، من المهاجم. اعتقد ان احنا يعني مع محمد شريف وشادي اعتقد محتاجين مهاجم، وده هنتكلم فيه اكيد، محتاجين مهاجم. انت من اخر 5 اهداف بتتكلم على 4 اهداف لعيبه خط النص، قفشه والسوليه وديانج وهدف وحيد طبعا. هو ده طبيعي في طريقه اللعب الجديده يعني، طرق اللعب الجديده القادمون من الخلف دايما بيبقى عندهم فرص اسهل وافضل انك تحرز الاهداف. هو انا ازاي ما اتكلمتش على هدف ديانج في بدايه الحلقه؟ ده مميز جدا يعني، يعني من احلى اهداف الموسم لغايه دلوقتي. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا خلي بالك ديانج يقدر يعمل ده كل مباراه. ديانج عنده القوه والسرعه والمهاره والفينش. هو مش اول مره يعملها ديانج على فكره، جوال كتير جدا وليه طلعات كتير حتى لو ما خلصش او ما فنش الجول اشتغل عليها بشكل كبير، بس عنده قدره ان هو 3-4 جوان جونين 3 كل مباراه. يعني لو 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 يعني ما اعرفش، دي بقى قصه مستر كولر بالتاكيد يعني، اعتقد انه بعد ما شاف طبعا ده شغل مدير فني، بعد ما شاف الجول ده اعتقد كمان لازم تشتغل وتراهن على ده لان الولد امكانياته تسمح بده. اعتقد ان ده شغل الجهاز الفني لانه انت شفت سوليا وديانج في اخر مباراتين 3 لا عندهم الزيادات دي خلف المهاجمين وعندهم يعني اوامر بالتسديد او تعليمات بالتسديد من خارج منطقه الجزاء والتكمله خلف المهاجمين، لا عندهم ده وعندهم الامكانيات اللي تخليهم يقدروا يحرزوا اهداف ويصنعوا الفرق مع النادي الاهلي. خلي بالك لو اتكلمنا عن اجيال قبل كده، من اكتر الناس كانت بتحرز اهداف هي لعيبه وسط الملعب يعني، اتكلمنا عن احمد حسن مثلا، اتكلمنا عن حسني عبد ربه، اتكلمنا اللي كان عندهم قوه في التسديد وتركيز ودقه فيها بيحرزوا اهداف كتيره جدا سواء مع انديتهم او مع منتخب مصر. شوقي كمان، محمد شوقي في حسام غالي كمان في فتره من الفترات. لا عندنا اللعيبه اللي تقدر تعمل ده
وعندهم الامكانيات، السوليه وديانج، حتى حمدي فتحي يمكن شويه اقل في دي في الناحيه الهجوميه، ولكن بس على فكره حمدي بيزيد جدا، بيزيد وبيحرز اهداف، واحرز اهداف العاب الهواء، واحرز اهداف هيدر يعني، رغم ان هو مش طويل، بس بوزيشننج والتيك اوف بتاعه كويس يعني، واحرز مع النادي الاهلي اهداف كتير ضربات راس. السوليه وديانج عندهم الامكانيات الكبيره جدا يا احمد، وعندهم اللي يقدروا يصنعوا بيه الفرق فعلا مع النادي الاهلي في تكملتهم مع او خلف المهاجمين، سواء من التسديد او المرور والانفرادات اللي حصل، او الانفراد اللي حصل زي دي يعني. طيب عايز اروح معاك لماتش المصري بشكل يعني في تفصيل اكتر، ويهمني كمان ابص معاك على اللي جاي، لانك ما عندكش غير 4 ماتشات قبل ما تروح لكاس العالم، مطلوب منك فيهم حاجات كتير يعني، اولها طبعا انك تكسب، عندك ماتشات في الدوري، عندك ماتش في الكاس، وكلهم بالنسبه للجمهور كمان يعني ناس يهمها تشوف مستوى يطمنها على ان الاهلي جاهز بقى. صحيح. ان شاء الله لكاس عالم هتجرب لعيبه جديده، هترجع لعيبه جايه من اصابه، ملف كبير ملف ساخن معقد يعني. خلينا نتكلم فيه مع اشرف، كابتن اشرف ممدوح، بس هتسمحوا لنا فاصل ونرجع لكم على طول. خليني بقى يعني اتكلم شويه وادخل في التفاصيل الخاصه بصفقتي الاهلي الجدد، بتكلم على طبعا موهبه الكره التونسيه، او زي ما بيسموه جوهره الكره التونسيه، محمد ضوي كريستو، واحد من الصفقات اللي جمهور نادي الاهلي حاطط عليها امال كبيره جدا، وبالتاكيد طبعا هنتكلم على خالد عبد الفتاح، لكن انا عارف انه جماهير نادي الاهلي مركزه اكتر في الناحيه الهجوميه، خط الهجوم هو الشغل الشاغل. خليني اسمع راي كابتن اشرف مره تانية. اهلا بيك كابتن اشرف، رايك في صفقه كريستو، شايف امكانياته ايه، الاضافه اللي ممكن يضيفها لسكواد النادي الاهلي؟ يعني هي دي نوعيه الصفقات اللي بنتكلم عنها بقالنا فتره طويله، انه انت محتاج حد امكانياته عاليه جدا، سن صغير عشان يزيد مع الفرقه، تمام، شخصيه او المنتاليتي، بيمتلك شخصيه مميزه جدا. شو ممكن تقول عليه يعني، انا لما شفت كورتو واتفرجت على كريستو ما تحسش انه لعيب سوء، لا لعيب عنده شخصيه لعيب كبير. هي دي الشخصيه اللي بنتكلم عنها، واضح انه مع شخصيته ده كان عنده شغل كتير يعني، اشتغل كتير وهو صغير، لسه 19 سنه. فاعتقد انه خد شغل كتير من المدربين كتير، كونت الشخصيه دي او كونت المنتاليتي دي عنده. طب بمناسبه المدربين الكتير، احنا معانا واحد من نجوم التدريب في تونس، كابتن اقبال الروادبي، ده كان المدير الفني طبعا السابق لنجم الساحلي التونسي، وبالمناسبه كابتن اقبال هو اول من صعد محمد ضوي كريستو للفريق الاول في النجم الساحلي، فبالتاكيد يمكن اكيد هيضيف لنا كتير، اكيد يعني طبعا يكلمنا عنه وعن صفقه انتقاله للنادي الاهلي. يا كابتن اقبال يعني اهلا وسهلا بيك، نشكرك برشا على المداخله الهاتفيه. مرحبا بكم، مرحبا بك كابتن احمد، ومرحبا بكابتن اشرف ممدوح. اهلا وسهلا بكامل مشاهدي قناه الاهلي. اهلا وسهلا بيك. خلينا نسمع رايك بدايه، ازاي شفت صفقه انتقال محمد ضوي كريستو من نادي النجم الساحلي للنادي الاهلي المصري؟ والله الحقيقه هو مات كريستو لاعب موهوب. انا اسف على المقاطعه، بس خليني انوه برضو عن الصوره اللي على الهواء دلوقتي على الشاشه دي، هي صوره كابتن اقبال مع صفقة الأهلي الجديدة محمد ضوي كريستو. زي ما قلت من شوية كابتن إقبال، الروادبي هو أول من صعد كريستو للصفوف الفريق الأول في فريق النجم الساحلي. تفضل كابتن إقبال. قلت لك كريستو معناتها وقع انتدابه من وداد الحامة في صنف الأذاني، درج بكامل الأصناف الفنية حتى وصل للصنف الأوسط، يعني كما تقولوا أنتم تحت أندر 19 تحت 19 سنة. أيوه. وشفت الخصال اللي عنده كيما السرعه والقوه، اللي زوز خصال هذا ملازمين في كره القدم العصريه، دونك صعدته للصنف الاكابر باء، وقتها كانت عندي الاكابر باء صعدته، واتصلت بالمسؤولين واكدت لهم واكدت عليهم باش يعملوا له عقد احتراف 5 سنين. في الاول كانوا مترددين خاطر ما يعرفوش، وقالوا لي مازال صغير، قال لي نزيد نشوفوه، لكن قلت لهم لا وشديت فيه صحيح، وصلت حتى حديت مصيري التدريبي في الميزان وقلت لهم يا محمد يعمل عقد ولا خلينا نمشي، معناتها كان عندكم مش فيها انتم ثقه، معناتها خلينا نمشي على روحي، دونك ولاوا عملوا له عقد، وقت اللي مسكت الاكابر صعدته للاكابر، لاعب ممتاز، لاعب سريع قوي بدنيا، قوي في التسديد، يلعب في الرواق الايمن والايسر، ينجم يلعب حتى مهاجم ثاني، قوي في الثنائيات، لاعب ممتاز الحقيقه، ربحته نادي الاهلي، لكن كما قلت انت معناتها مش مستانسه تصير الصفقات هذه برشا في تونس، خاطر ماهي مستاهله فريق كبير في تونس، الاهلي فريق كبير
في مصر وافريقيا ومنافس على الالقاب في النجم الساحلي، معناتها اذا كان نتصور كان النجم الساحلي ما فيهاش مشاكل ماديه وما فيهاش مشاكل نتاع الانتداب ما كانش نجم طيب في السن هذا. وانا اعتقد برضو العلاقات الطيبه اللي بتجمع بين اداره النادي الاهلي واداره النجم الساحلي اعتقد انها واحده من اكثر العلاقات المميزه اللي ساهمت برضو في اتمام الصفقه. صحيح علاقتنا باهية مع نادي الاهلي، فريق كبير نادي الاهلي وعلاقتنا باهية معاه، لكن صحيح كابتن احمد كما قلت لك معناتها اذا كان كانت فماش مشاكل في النجم الساحلي ماديه سورتو على نطاق الانتداب، خاطر كما تعرف النجم الساحلي ممنوع بالانتداب، ولا لاعب كما محمد الضاوي موهبه معناتها كما محمد الضاوي ما يتمش تفريطها بسهوله لاي فريق اجنبي. طبعا كما نقولوا النجم الساحلي تخلى على محمد الضاوي على خاطر عنده مشاكل ماديه. الحقيقه النادي الاهلي ربحت برشا للاعب هذا، كما قلت لك لاعب ممتاز عنده نتمنى ينجم يقدم مستوى خير من هكاك، ينجم يتحسن في نادي الاهلي، خاطر نادي الاهلي فريق كبير يلعب على كل الالقاب الممكنه، يلعب كاس العالم للانديه معناتها. هو ده كان سؤالي اللي جاي ليك، بس كابتن اشرف ممدوح ليه سؤال معك كابتن اقبال، اتفضل كابتن اشرف. كابتن اقبال اهلا بيك طبعا، وسعيد بمساعد يعني سعداء بمكالمتك طبعا، نتمنى لك التوفيق دايما. سؤالي بس، شايف ان الضوء ممكن يعني طبعا النجم الساحلي من الانديه الكبيره في افريقيا واللي بتشارك اكيد في 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 المعتركات الكبرى يعني سواء في تونس او في افريقيا، شايف ان الضوء ممكن ان شاء الله تطور او يتطور مع النادي الاهلي اكتر من كده؟ انت اكيد اشتغلت معاه فترات طويله وعارف امكانياته البدنيه والفنيه والذهنيه وتكوين الشخصيه كمان، مع الضغوط هنا في النادي الاهلي شايف انه ممكن يتطور اكتر ويتحمل الضغوط دي؟ كابتن اشرف صحيح، معناتها هو النجم الساحلي راك ديما تلعب في النجم الساحلي ولا النادي الاهلي ولا اي جمعيه تلعب على الالقاب ديما تعيش في ضغط، ديما تعيش تحت الضغط، معناتها محمد الضاي وكريستو مستانس بالضغط هذا، مستانس يلعب ديما باش يربح، يلعب على الالقاب، معناتها الحاجه هذه مش باش تبدل له. الحقيقه في النجم الساحلي تطور برشا محمد الضاوي، خاطر قبل كانت عنده نقائص، صحيح كان عنده موهبه، كانت عنده القوه من هو صغير، كانت عنده السرعه من هو صغير، لكن كانت عنده نقائص صلحهم وصلحناهم مع بعضنا، يطلع للصنف الاكابر باء، وبعد كي لقيناه ينجم يلعب في الاكابر اي، وقت لها شديد زمام الاكابر اي طلعته ولعبته في الضيف الكل، كما قلت ينجم يلعب معناتها في الرواق الايمن والايسر، وينجم يلعب في راس حربه ثاني. صحيح قبل كان ما يسجلش الاهداف، قبل كانت عنده نقائص ما يسجلش الاهداف، كان يوصل قدام المرمى ويضيع برشا فرص، لكن بالخدمه بالتدريب بالتدريبات خدمنا برشا قدام المرمى ولا يسجل اهداف. احنا نشوفوه تو في تونس مسجل 6 اهداف وجايب 3 تمريرات حاسمه، معناتها تقدم معناتها عمل تقدم جيد ياسر، عمل بروغريسيون كما نقولوا احنا، عمل مستواه تقدم بصفه كبيره برشا، ولا لاعب الحقيقه ممتاز، لاعب معناتها من اللاعبين الواعدين في افريقيا مش حتى في الاهلي ولا في النادي. افضل مركز يمكن يعني لو اخذ تقييم حضرتك كابتن اقبال، افضل مركز شفت محمد ضاوي كريستو بيلعب فيه في الملعب ايه؟ يلعب على الرواق، هو يلعب ساقه اليسرى، يلعب يسار، يلعب على الرواق الايمن، جناح ايمن يعني الوسط، جناح ايمن يدخل الوسط ويضرب، عنده تسديد قوي، هو عنده تسديد قوي، اذا كان يفتح ينجم المرمى يبدا مفتوح قدامه، يبدا يلعب على اليمين يدخل ويضرب، يشوط ساقه اليمين، يلعب على اليسار ينجم يوزع، يعمل توزيعات زاد حاسمه، عنده توزيعات. طيب خليني اشرح لك الوضع اللي مقبل عليه كريستو في الفتره اللي جايه. انت عارف طبعا قد ايه شعبيه وجماهيريه النادي الاهلي كبيره وعريضه، والاهلي مقبل والاهلي ينافس كما تعلم يعني على كل الالقاب وكل البطولات محليا وقاريا وعالميا، والاهلي مقبل حقيقه على مجموعه بطولات على مستوى عالي، يعني احنا بنتكلم طبعا الاهلي في صداره جدول الترتيب في الدوري المحلي، عندنا ماتشات مهمه، عندنا ماتشات صعبه منها ديربي مصر طبعا الاهلي والزمالك، وبالتاكيد حضرتك تعرف قد ايه مباراه مهمه للجماهير، ثم بعد كده الاهلي يسافر للمغرب عشان يشارك في بطوله العالم للانديه، ثم معترك دوري ابطال افريقيا. هل بتشوف انه الضوي جاهز للمشاركه وانه يقدر يكون ليه مردود سريع مع الفريق، ولا تعتقد انه لصغر سنه وانه تجربته مش كبيره قوي برضه
من الافضل انه يتم الدفع بيه تدريجيا. السؤال ده متعلق اكتر بالجماهير، لو طبعا قرار في النهايه المستر كولر، لكن اتكلم على مستوى الجماهير، هل شايف شخصيته يقدر يتاقلم سريعا، يندمج سريعا، يتعامل مع التحديات والضغوطات الكبيره في نفس الوقت، ولا من الافضل انه يتم الدفع بالضوي تدريجيا في الفتره اللي جايه؟ والله بنشوف معناتها الضاوي لاعب ممتاز، لاعب يدخل يندمج فيه صح في المجموعه، وعنده شخصيه ما يخافش من المواجهات الكبرى، ما يخافش خاطر هو كان يلعب في جمعيه كبيره، نجم الساحلي جمعيه كبيره، معناتها مستانس بالضغط، خاطر الضغط في الاهلي ولا في النجم الساحلي فماش فرق كبير، معناتها هو باش يندمج نتصور اذا كان ياخذ فرصته يوري روحه في التمارين، مش خاطر باش خاطر جايبينه منتدب ومش يلعب هو معناتها 100% باش يلعب اساسي، لازم يقلع ينحي بلاصته في التمارين، ولازم فما كيف ما نعرفوا في النادي الاهلي فما برشا نجوم عندهم اسامي واكبر منه في العمر وقاعدين يأديوا في المركز الثاني. وبيتهيألي برضه هيساعد الضوي كتير في بدايه مشواره وجود نجم كبير جدا في الكره التونسيه، وواحد الحقيقه من افضل اللاعبين اللي هدتنا بيهم الملاعب التونسيه، كابتن علي معلول، نجم كبير جدا ومقدر ومحبوب جدا في مصر. اعتقد وجود كابتن علي معلول هيساعد كريستوف في بدايه مشواره. اكثر حاجه بتساعد كريستو هو علي معلول، بقول لك يا اخي انت سبقتني في الكلام. علي معلول خاطر غادي نجم في نادي الاهلي ولعب برشا في نادي الاهلي، وهو ظاهر لي هو باش يدخله في الجو كما نقولوا في حجرات الملابس قبل المقابلات قبل التمارين، باش يهيئوا باش يكون حاضر نفسانيا وبدنيا، باش يكون حاضر باش يؤدي مستوى باهي، خاطر اذا كان يبدا معك انت لاعب ممتاز من الكوادر الفريق في النادي الاهلي، ولا هو معناتها من احسن ظهير في افريقيا، ظهير ايسر وتونسي طبعا، فرد تونسي معناتها كيف وكيفك تتصور باش تسهل هذيك الاندماج بسرعه في النادي الاهلي، معناتها النادي الاهلي كما قلت انت عنده برشا تحديات، عنده يلعب على الدوبليه البطوله وعلى الكاس وعلى كاس افريقيا وعلى كاس، اذا كان هذا كاس افريقيا باش يلعب كاس العالم للانديه، معناتها برشا تحديات، يلزم يعرف الضاوي على شنو قادم، خاطر كيما النجم الساحلي كيما الاهلي يلزم توري روحك، خاطر جمهور ما يسامحش، جمهور نتاع نادي الاهلي ولا جمهور النجم الساحلي راه ما يسامحوش، ما يقولوش راهو صغير وراهو مازال صغير وراهو ما اندمجش، لازم من الاول يوري روحه في التمارين باش ينجم يلعب، نجم الممرن يقرا له حسابه في اللعبه سواء يلعبه كاساسي ولا يقع دماجه في وسط اللعبه، لازم كي يلعب 5 دقائق 10 دقائق 15 دقيقه الشوط لازم يوري روحه الا هو راهو صفقه رابحه، يوري روحه الا هو يستحق يلبس الزي نتاع نادي الاهلي، لا هو كيما زي النجم الساحلي رزين كيما نقولوا احنا رزين، كيف كيف نادي الاهلي فريق كبير ويلزم تأدي، ما فماش هذايا صغير ونصبر عليه، اذا كان ما تمشيش في نادي الاهلي ولا في النادي الساحلي راهو يستغناو عليك مهما تكون انت ب 4 مليارات 5 مليارات، اما انا نتصور عندي ثقه فيه كريستو سورتو خاصه على الانضباط نتاعو ان شاء الله باذن الله، كما هو احساس وشعور ملايين من جماهير نادي الاهلي، نتمنى للضوي طبعا كل التوفيق وان يكون اضافه حقيقيه ان شاء الله ويعبر عن امكانياته وعن مهاراته مع النادي الاهلي. بشكر كابتن اقبال الرواتبي طبعا المدير الفني السابق لنادي النجم الساحلي، وكل الشكر طبعا المسؤولين في النجم الساحلي التونسي لتعاونه مع النادي الاهلي في اتمام الصفقه. عايز تقول ايه تاني عن كريستو؟ كلام مهم جدا على فكره لالو كابتن اقبال، لانه بيبين قد ايه ان ضوي عنده شخصيه، بيمتلك شخصيه قويه جدا، منتاليتي رائعه جدا تقدر تخليه، خلي بالك اللاعبين الموهوبين كمان اللي بيمتلكوا المهارات دي انسجامهم مع الفرق بيبقى اسهل بكتير من اللاعبين العاديين. يعني وجود علي معلول طبعا زي ما قلت احمد هيفرق كتير جدا نفسيا بنسبه 100% اكيد، سمعت الرساله اكيد طبعا اللي وجهها معلول طبعا طبعا اكيد، وعلي من الناس يعني شخصيه فعلا من الشخصيات الرائعه جدا طبعا اللي ساعدنا بيها انه تواجد داخل النادي الاهلي طبعا. يعني شوف يعني كل الظروف مهيئه ان ده ان شاء الله يتالق مع النادي الاهلي، يبقى بس التوفيق، واتمنى ان جمهور النادي الاهلي ما يعتبرش ضو هو سوبر مان. يعني ده اللي ينطبق عليه برضو صبرا جميلا، فاللي قلتها يعني في الاول عايزين سواء ضوي او خالد عبد الفتاح او غيره من الاسماء، يعني اكيد هيكون ليهم مجهود كبير جدا جدا ويكون ليهم دور ان شاء الله مع النادي الاهلي، ولكن
واحده واحده عشان الناس تنسجم وتقدر تؤدي. في مقوله بتقول انه ممكن انك انت يعني مثلا لما بيبقى في صفقه جديده في النادي الاهلي ممكن انك انت لما تجيبها من الدار للنار حتى لو كانت امكانياتها تسمح وده حصل وتحطها كتير على طول تحرقها، او انه ضغط الجماهير صحيح. اللي ما بتصبرش على يعني مستنيه من دي وان المكنه تطلع قماش برضه تحرق طبعاً. ولعيبه كتير جدا جت كويسه جدا جدا محدش يقدر يقلل من امكانياتها على الاطلاق، ورغم كده يعني الضغط ده عمل لهم التشوك ده يعني جمهورنا الحمد لله جمهور واعي جدا وعلى درايه كبيره جدا، واتمنى ان شاء الله انهم يعني صبروا كده لغايه ان شاء الله ما الناس ما تنسجم. بس انت شفت كورته يعني اتفرجت على فيديوهات كتيره جدا جدا ليه، ما ساعدنيش بتابعش الدوري التونسي بشكل كبير فما شفتوش، ولكن شفت فيديوهات كتيره جدا ليه. لا عنده امكانيات كبيره جدا جدا، ومن اهم مميزاته انه بيلعب على المرمى بشكل كبير جدا، رجليه فيها دقه، الشمال فيها دقه كبيره جدا، رؤيه لانه بيصنع اهداف، واعتقد ان كان ليه 3 4 تمريرات حاسمه في المباراه اللي فاتت في بدايه الدوري التونسي. لا لاعب مميز جدا، ولكن يعني ان شاء الله نتمنى له التوفيق باذن الله. خالد عبد الفتاح، خالد يعني اتفقنا ان احنا محتاجين حد في الحته دي في ظل غياب اكرم توفيق وطبعا مع محمد هاني، واعتقد ان هاني يعني في المباراه اللي فاتت ابتدى يرجع لا هاني في ماتش امبي كان هايل بصراحه، وحتى في بيراميدز يعني واضح انه وفي ماتش بيراميدز كان مميز، بس ماتش صحيح. ماتش امبي كان ماتش امبي فكرني بهاني بتاع كاس العالم، يعني حسيت انه لا ده هاني هو ده هاني، المنافسه تخليك دايما افضل. فيعني خالد من اللعيبه المميزه جدا جدا، من اهم مميزاته الناحيه الدفاعيه، التمركز في الناحيه الدفاعيه اللي كان بيتميز بيها اكرم توفيق طبعا قبل الاصابه، يعني حافظ المكان ده البوزيشن ده، وبالتالي عنده انطلاقات كمان في الناحيه الهجوميه مميزه جدا، بيلعب بشكل دائم في فريقه السابق، وبالتالي عنده امكانيات كبيره ان شاء الله انسجامه مع النادي الاهلي، كورته كمان كويسه جدا او حلوه جدا، وبالتالي انسجامه ان شاء الله مع الفرقه باذن الله يكون سريع، وان شاء الله يعني نستفيد بيه بشكل رائع جدا. طيب. الفتره الجايه هاخد الاربع الماتشات اللي جايين دول مع بعض كده في اطار المنافسه على طب قبل ما نروح لده احنا لسه محتاجين مهاجم، اتمنى ان شاء الله لا يعني طبعا ان شاء الله يعني ان شاء الله لا لا صفقة يعني ملف الصفقات يعني كنت اتمنى، انا كنت لسه بكلم انا واحمد قبل الفاصل انه يعقوبو فعلا هي دي نوعيه المهاجمين اللي احنا محتاجينها، ولكن انا بشكر الجهاز الطبي طبعا للنادي الاهلي لانه مهم جدا جدا الفصل في الامور دي علشان ما يحصلش مشاكل كتيره للاعب تؤدي في النهايه انه المشكله عند الجهاز الطبي. لا دكتور احمد ابو عبله الحقيقه يعني كان متواجد طول الوقت، والتقرير الطبي اثبت ان هو يعني عنده مشكله او هيكون عنده مشكله. خلينا برضو عشان يعني ايه نحط الامور، انا يمكن اتكلمت في ده اشرف في البدايه، الولد سليم بنسبه 100% صحيح، وبيلعب بشكل اساسي بشكل مستمر واساسي اخر موسمين، وما اشتكاش من اي حاجه وما عندوش اي اصابه. التخوف الوحيد هي فكره طبيعه المنافسه، انت بتتكلم هنا عن انتقال من نادي عادي لنادي بطل بيلعب على مستوى بطولات عدد من البطولات كبير جدا صحيح. بيلعب في ظروف مختلفه تماما عن اوروبا، بيلعب في ملاعب افريقيه، بيلعب في ملاعب محليه ممكن يعني انا اسف يعني بس ده حقيقه مش على يعني مش مطابقه للمواصفات، بيلعب كم من المباريات يختلف تماما عن كم من الماتشات، فبالتالي كل دي نقاط تم اخذها في الاعتبار، لكن ناكد انه عزيز يعقوبو سليم. دي نقطه مهمه عشان الناس بس تفهم او تتفاهم الموقف. لكن انما في ناس مستغربه تقول لك وعامل عمليه من 2019 وبيلعب وما عندوش مشاكل وهداف ومؤدي وكل حاجه، طب ليه لا؟ فاحنا بنشرح تحمله لطبيعه لعب في النادي الاهلي والمختلفات الكتيره اللي هيلعب فيها ومباريات وعدد المباريات والارض او الملاعب اللي هيلعب فيها، لا يعني هيبقى فيها صعوبه شويه. صحيح. نتمنى ان شاء الله ان احنا نلاقي حد بالمواصفات دي، لانه فعلا من المهاجمين المميزين اللي بيحتاجهم او طبيعه اللعب اللي بيحتاجها النادي الاهلي ان شاء الله الفتره الجايه. والله وحتى يعني من الواضح ان كل الاسماء بالذات في الناحيه الهجوميه اللي كانت محطوط عليها العين، يعني مارسينيو اللي انت كنت بتفاوضه في الميركاتو الصيفي، فوفانا اللي بيلعب في الدوري النرويجي، بالمناسبه فوفانا اللي احنا كنا حاطين عينينا عليه راح تشيلسي خلاص صحيح. تم الاعلان على الصفقه بشكل نهائي. في يناير بيبقى الموضوع صعب برضه يعني فرصه انك تلاقي حد بمواصفات
كبيره جدا وتقدر تتعاقد معاه، يكون عنده مثلا ظروفه او 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 عقده هينتهي بنهايه الموسم فتقدر تجيبه بمبلغ مادي مش كبير. يعني برضو المواضيع دي صعبه جدا جدا في يناير، انما ممكن نشتغل على الصيف يعني. انا مش هقول اسماء بس يعني، بس ان شاء الله يعني الميركاتو ده مش هيتقفل الا ما يكون في ان شاء الله ان شاء الله ثلاث صفقات يعني تانيين للنادي الاهلي ان شاء الله، صفقتين او ثلاثه باذن الله ان شاء الله باذن الله. كنت عايز اكلمك على المرحله اللي جايه ككل. بدايه شايف يعني برضو خليني اقول الاسبوعين دول زي ما كانوا على مستوى النتائج في مصلحتنا، جم يعني على عقرب الفرقه اللي بتنافسك بشكل عكسي. الزمالك خسر قدام اسوان، فرقه محترمه جدا لعبت جيم كبير بصراحه، والرمادي مدرب لازم تقول له يعني شابو، اتمنى له التوفيق والاستمرار ثم يعني الداخليه بعد كده برضو مع رضا شحاته مدرب مميز جدا كاد ان يخطف الثلاث نقاط. صحيح. فتعثر الزمالك في مباراتين متتاليتين، انت اوريدي قدام بيراميدز واحد من المنافسين المباشرين ليك، خدت منه ثلاثه بونت وحرمته من ثلاثه بونت. شايف الاسبوع اللي فات ده والجولتين اللي فيه ياثروا ازاي على شكل المنافسه؟ وحجم التوتر اللي هيتصدر لنادي الزمالك انت متخيل وانت بتنافس وانت في 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 النقاط متساويه بيكون المنافسين عندهم ضغوط كبيره، لانه عارفين النادي الاهلي في اي وقت بيرجع وفي اي وقت بيتصدر مره ثانيه وبيبقى متواجد. لما بيبقى في فرق نقاط كده اعتقد وبشكل كبير جدا، وده على مدار تاريخ النادي الاهلي باستثناء يعني فترات بسيطه جدا حصل فيها ده، انه لما بتتصدر كده البطوله بيبقى في تركيز كبير جدا اكبر وافضل بكتير من انك تبقى ماشي واحده واحده. اعتقد النادي الاهلي التركيز اللي موجود فيه دلوقتي هو التخوف بس الوحيد هو انك بتلعب في اكتر من بطوله بقى، يعني خلاص مع بدايه شهر 2 هتدخل كاس عالم انديه، هترجع منه على بطوله افريقيا، هتبقى خلاص منشغل فيه 3 4 بطولات في الموسم، والصفقات اللي بيتكلم فيها دلوقتي او اللي بنقول دايما 4 5 صفقات ان شاء الله في يناير ده، اعتقد انها تساهم بشكل كبير في ان يبقى عندك القدره على الاستمراريه في المنافسه على كل البطولات دي. وانت متصدر طبعا بتدي لك معنويات كبيره جدا وبتدي لك دوافع كبيره جدا. خلي بالك ويعني على تواصل مع لاعبين كتير في النادي الاهلي، تخوفهم الكبير جدا جدا على الجماهير من ضياع الدوري الموسم ده هيخليهم يركزوا بشكل كبير جدا جدا، لانه الجماهير او لاعبي النادي الاهلي عارفين كويس قوي يعني ايه بطوله، رغم اهميه بطوله افريقيا وتواجدك في كاس العالم انديه، ولكن هم عارفين قد ايه الدوري مهم جدا جدا يعود للنادي الاهلي الموسم ده. فاعتقد ان التركيز هيبقى اكبر، انت محتاج تركيز كبير جدا جدا. غرفه خلع الملابس في النادي الاهلي مهمه جدا جدا، لا وعايزين كمان نستغل التعثر ده طبعا. يعني احنا يعني طبعا انا يعني مش هدوس على الجرح وهتكلم على مشاكل اوضه اللبس وهتكلم على فضايح اوضه اللبس وهتكلم على اقاله فيريرا او استقاله فيريرا، يعني انا دايما مش معني بده، لكن احنا في النهايه دايما معنيين بالنادي الاهلي لكن بالظبط، لكن في النهايه انت انا بتكلم على مستوى المنافسه طبعا، وبالتالي انت لما المنافس بتاعك يتعطل او يبقى عنده مشاكل انت محتاج تضغط وتوسع الفارق بالظبط كده، دوافع جديده عشان تقدر تكمل وتوسع الفارق ده. وده حصل في مواسم كتيره جدا لما بتنفرد كده بالصداره بفارق 5 6 نقاط او 10 نقاط، حتى تروح لماتش الزمالك وانت صحيح الاهدى اعصابا الاقل ضغوطا، هتبقى كل الضغوط موجوده عند المنافس. صحيح. فبالتالي وماتش الزمالك جاي في توقيت مهم، ماتش الزمالك جاي قبل ما تروح كاس العالم على طول طبعا. انت عندك مصري يوم الخميس اللي جاي، وبعد كده سموحه في الكاس، بعد كده الزمالك، وبعد كده اعتقد الجيش او البنك الاهلي، البنك الاهلي وبعدين الجيش، بس الجيش اعتقد يعني هتتاجل لانه الاهلي هيسافر المغرب. يعني هم اعتقد الاربع مباريات دول المصري وسموحه والزمالك والبنك، كلهم ماتشات صعبه وكلهم ماتشات مهمه جدا، يعني مباراة صعبة جدا، يعني مباراة المصري اللي جاية مباراة مهمة جدا جدا عشان تستمر في الصدارة، فريق عنيد جدا وبيمتلك مجموعة من اللاعبين الجيدين، صار عروضه مهتزة في الفترة الأخيرة صحيح، وفي الترتيب العاشر هو هيجي طبعا قدام الأهلي ما تكلمنيش أحمد عن إن فريق متعسر. احنا دايما بنشوف الفرق، كل الفرق قدام النادي الاهلي بشكل مختلف تماما يعني التكتلات اللي بتحصل، التكتلات الدفاعيه الكبيره جدا جدا، هو كان رافع عون مستر كولر برضه يعني، يا راجل لما يجي يشوف اخر 3 4 ماتشات لكل فرقه يلاقيها رايحه يمين وجايه شمال، وبعد كده يبني 3 4 فيبني خطته او يبني مثلا وينزل في الملعب يلاقي فرقه تانية خالص بروح تانية خالص، شيء صعب. صحيح. لسه برضه ما خدش على اجواء الدوري المصري، ما دي المشكله. فهتبقى مباراه صعبه جدا طبعا، و
يعني شايف ان دايما مباريات المصري دايما بيكون فيها صعوبه، ولكن النادي الاهلي بهذا الاداء واحترام المنافس بهذا الشكل وطريقه الاداء المختلفه اللي راجع ليها النادي الاهلي زي بدايه الموسم، مع طبعا طبعا اللاعبين اللي رجعوا بشكل كبير جدا جدا لمستواهم الطبيعي، خاصه في خط وسط النادي الاهلي وخط دفاعاته، لا يعني اعتقد ان شاء الله المباراه ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يتخطى مباراه المصري. الاربع مباريات طبعا اجمالا مباريات مهمه جدا في انك تقدر تروح وانت مرتاح نفسيا او على الاقل جاهز بشكل كبير. الفكره دلوقتي في انك الروتيشن اللي بيحصل من مستر كولر، لا هنا ستوب، في مشكله هنا ستوب لان انا عندي السؤال ده مرتبط بان انا النهارده انا عارف طبعا انه فكره انه في اوضه اللبس احنا هنلعب ماتش بماتش وعارفين ان احنا مش هنفكر في ماتش الزمالك ولا سموحه، احنا ما بنفكرش غير في المصري. صحيح، بس كان ده هيتقال في اوضه اللبس. كلام بيني وبين الجمهور يعني بتكلم جمهور، نقعد مع بعض الجمهور نقول احنا عندنا اربع ماتشات عايزين نوصل فيهم للتوليفه الامثل ونوصل فيها لاعبتنا صفقات فورم طبعا، صفقات جديده داخله، يبقى في هو اصل برضه انسجام وتفاهم طبعا. طبيعي جدا ان اللعيبه دي تلعب جنب بعض عشان اللعيبه دي لما محتاجها تبقى صحيح. متجانسه. عندي لعيبه تانية كانت بعيده وبتتجهز انها ترجع، عندي طاهر، عندي بيرسيتاو، دول في المراحل الاخيره. عندي عمار يبدو انه كمان هيبقى له دور في الفتره اللي جايه، يعني ما ظهرش في الفتره الاخيره. فانت عندك مجموعه اهداف مطلوب منك بالاضافه للمكسب، يعني صحيح مجموعه اهداف مطلوب منك انك تحقق في الاربع ماتشات دول عشان تروح بفريق جاهز لكاس العالم. تتحرك ازاي وتعمل ايه؟ دي المشكله الكبيره اللي بتواجه اي مدير فني، انه يبقى عندك مجموعه كبيره من اللاعبين محتاج تجهز البعض ومحتاج تلعب بفرق اساسيه عشان تحصل على النقاط عشان تكمل المنافسه على البطوله. عندك بطولة تانية يعني كمان أسبوعين، وبالتالي أنت محتاج تجهز أو تروح زي ما قلت يا أحمد تسافر وأنت فرقتك في التوب فورم بتاعها. يعني ال 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 الأزمات دي دايما اللي بيبقى موجود فيها المدير الفني محتاجة شوية أنك الجميع يبقى جاهز. يعني بمعنى انه انا هلعب هثبت التشكيل شويه، ودي النقط اللي اتكلمنا فيها الحلقه اللي فاتت، انه ما ينفعش اعمل روتيشن في عدد كبير من اللاعبين، ولكن انا ممكن ادخل كل مباراه، خاصه ان عندي اربع مباريات اهم، يعني عندي مساحه اني اجهز الجميع. يعني اربعه لو كل ماتش هيلعب فيه 16 يعني عندك مميز، يعني يبقى هتبقى بجهز فرقه ثانيه. يعني لو لعبنا ب 11 يبقى عندك 64 مكان تجار في مظبوط. فانا اقدر اجهز الجميع، ولكن ما ينفعش يبقى عندي الروتيشن الكبير ثلاث اربع لاعبين كل مباراه، ده بيعمل دروب في الاداء. فاتمنى ان شاء الله يعني الروتيشن يبقى في عدد محدود من اللاعبين. والصفقات الجديده مهم جدا جدا انها تدخل، وانا اعتقد بشكل كبير ان كريستو وخالد عبد الفتاح وان شاء الله الاسمين اللي جايين ان شاء الله خلال ايام بسيطه ان شاء الله يكونوا ليهم دور، وانا واثق ان هم هينسجموا بسرعه، علشان انا بقول لك ان اللاعبين المهاريين يعني في سهوله كبيره جدا ان هم ينسجموا مع. طيب بمناسبه اللاعبين المهاريين، سؤال من الجماهير على برونو سافيو. برونو سافيو لعيب امكانياته مش محل تشكيك، يعني الحقيقه اللي شاف مشواره مع بوليفار يتاكد انه لعيب في منتهى الخطوره ويملك امكانيات مهاريه كبيره جدا، لكن يبقى انه مردوده مع الفريق لغايه النهارده ما ظهرش بالشكل اللي يتناسب مع توقعات الناس منه. صحيح. علامه الاستفهام دي شايفها ازاي؟ هل هو لسه ما اندمجش؟ هل يحتاج مزيد من اعداد بدني؟ هل القصه قصه معنويات؟ يعني شايف برونو سافيو ازاي؟ انت وقفت على ثلاث نقاط اعتقد اهمهم الاعداد البدني المختلف، لانه البطولات اللي بيشارك فيها برونو سافيو هنا واللي لسه هيشارك فيها مختلفه تماما عن بوليفيا. يعني انت هتلعب هنا الدوري المحلي، اصبح فيه المشاركات فيها قوه بدنيه كبيره جدا، فيها التحامات كبيره جدا جدا ما كانش متعود عليها اعتقد في الدوري البوليفي. هتدخل افريقيا معترك تاني تماما، اعنف بكتير. نوعيه اللاعبين المهاريين فعلا محتاجين شويه مع
المهارات الكبيره جدا والموهبه الكبيره جدا دي محتاجين اعداد بدني بشكل مختلف. اتمنى ان النقطه دي لانها تحديدا مهمه جدا جدا لبرونو سافيو. انت محتاج المعد البدني اللي موجود يشتغل على اللياقه البدنيه ويشتغل على القوة الجسمانية، لأن برونو سافيو محتاج الناحيتين دول بشكل كبير جدا. وأتمنى إن شاء الله إنه الناس تصبر، هو لسه عنده إمكانيات كبيرة، ولكن النقطتين دول هيفرقوا كتير جدا جدا مع الفترة اللي جاية. الأهلي كام على 10؟ في المباراتين اللي فاتوا أنا شخصيا أديله 8 على 10، عودة الروح دي بالأداء ده باحترام المنافس ده بالتنظيم ده داخل الملعب 8 من 10. نبني عليه وشيء يعني يطمن لحد جداً كبير جدا. ان شاء الله باذن الله جاي زي ما دايما بنقول اللي جاي يبقى احسن وافضل ان شاء الله. نورت الدنيا يا اشرف. بشكرك جدا جدا يا احمد، وبشكر ربنا يخليك، وبشكر جدا جدا جمهور النادي الاهلي في كل مكان اللي اتمنى ان شاء الله يفضل بيدعم النادي الاهلي طول الوقت كما هو وكما عهدنا دائما يعني. طبعا بشكر حضراتكم على المتابعه وعلى كل خير، دايما نتقابل في السادسه، تحياتي لكم.